انا هبدا مع حضرتك بمستقبل التجاره الالكترونيه دي. يعني احنا دلوقتي فينا نسبه لا باس بها بتتعامل من خلالها، هل مستقبلها يعني متوقع ليه الزياده؟ احنا لو بصينا حتى على العالم، احنا بنتكلم في حجم تجاره دوليه في حدود 2.3 تريليون دولار. اغلبهم جاي طبعا من منطقه الصين وامريكا، بيمثلوا 1.6 تريليون دولار. فاحنا النهارده الرقم دوت بيزيد سنويا في حدود 23%. فاحنا امام ظاهره جديده من تداول السلع والخدمات عن طريق الانترنت، وده شيء منطقي ان احنا اصبح عالم متصل، اصبح متصل لدرجه ان احنا ما نعرفش نرجع فيها حقيقه. يعني احنا بنتكلم في 3.5 مليار بني ادم موجودين في الكره الارضيه متصلين على شبكه الانترنت، وبالتالي من استخداماتهم هي التسوق والشراء من خلال منظومه الانترنت او ما يطلق عليها منظومه التجاره الالكترونيه، اللي هي رايحه كمان في اتجاه كبير جدا ناحيه التجاره من خلال المحمول. الصين النهارده بنتكلم في حوالي 800 مليار دولار من حجم التجاره الالكترونيه بتتم من خلال المحمول. فاحنا داخلين على مرحله جديده حتى من تغير شكل التجاره، مش مجرد ان انا استخدام الكمبيوتر او التابلت، لا انا بتكلم على الموبايل ابلكيشن او الاستخدام التليفون المحمول في التسوق. والعالم كله متجه لهذا الموضوع. يمكن انا شفت في التقرير موضوع الجمعه السوداء، الجمعه البيضاء زي ما احنا بنسميها هنا في مصر، هو ده بيوريني ان اي ظاهره عالميه نتيجه تواصل الناس من خلال شبكات الانترنت بتتحول الى ظاهره محليه في منتهى البساطه لما بتنجح. اكيد لما بتنجح. وهو النهارده المسوقين والصناع ومقدمي الخدمات بيستغلوا الفترات الموسم، ان هي بقى اصبح موسم كبير جدا في وهي العالم. وهي نجحت عندنا طبعا. طبعا يعني كم الناس حجم، يعني 30% من حجم التجاره في السنه بيتم في خلال الفتره دي. هي يا فندم كانت بتعتمد على يوم واحد وبعدين الامور بقى تطورت. طبعا السوق ما دام بيلاقي فرصه لتقديم تخفيضات بشكل موسع وبيجيب مقابله عملاء كتيره، فبالتالي بيستمر. فسمحتوا بقى ليها انها تبقى مثلا، هو حقيقه المستهلك هو اللي سمح للموضوع ده، وهو اداء المستهلك ورغبه المستهلك لاستخدام الوسيله دي بالطريقه دي في اليوم الجمعه البيضاء او الجمعه السوداء خلى الموضوع يتطور. الناس تفكر انه ليه لا تستمر. طيب اخبارها ايه بقى مع التجاره الالكترونيه؟ يعني اكيد التجاره الالكترونيه مرتبطه بالاجواء اللي حواليها. يعني ما هو نتيجه الكلام ان نتيجه الناس متصله، ونتيجه ان الظاهره دي جت لنا عن طريق الناس عرفتها من خلال الانترنت. فمنصات التسوق الالكتروني الكبرى اللي موجوده داخل مصر او خارج مصر بتعمل تخفيضات كبيره جدا، فنلاقي ان جزء كبير جدا من التسوق في خلال الفتره دي بيتم مباشره من خلال الانترنت.